السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة الشمس سميت بذلك في المصاحف وفي غالب كتب التفسير، وتسميته بذلك لأن الله جل وعلا أقسم بذلك في أوائل هذه السورة، فقال جل وعلا والشمس وضحى. وترجمها الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بقوله سورة الشمس وضحاها، مع هي بحذف الواو، يعني اختصارا من أوائل هذه السورة والشمس وضحاها، فاختصر فقال سورة الشمس وضحاها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسيره عنوانها هي بقوله باب تفسير سورة والشمس وضحاها على حكاية لفظ الآية، على حكاية اللفظ الوارد في أوائل هذه السورة. وممن يعني عنوانها بذلك أو ترجمها بذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال تفسير سورة والشمس وضحاها على حكاية اللفظ الأول، على حكاية لفظ الآية. ومن العلماء من يعتبر ذلك، من يعتبر هذه التسمية وهي سورة والشمس وضحاها، يعتبر ذلك أولى التسميات له. لماذا؟ قال لأنها بهذا يعني لا تشتبه مع سورة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، سورة اللي هي سورة التكوير. فيعتبر أن تسمية البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الطبري وابن كثير يعني رحمه الله تعالى في تفسير وهي سورة والشمس وضحاها أولى التسميات له، يعني على حكاية لفظ على حكاية لفظ الآية. والنبي صلوات الله وسلامه عليه سماها بذلك حين قال لمعاذ رضي الله عنه أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر يعني هكذا، لما صلى، لما أطال معاذ رضي الله تعالى عنه يعني بالناس، فانصرف رجل خلفه فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له أين أنت من ذلك، فحثه على قراءة هذه السورة. والسورة مكية كذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا قول جماهير المفسرين، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك كالقرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال السورة مكية بالاتفاق، يعني لا يختلف أهل العلم في أن هذه السورة سورة مكية، وطبيعة السورة هي طبيعة القرآن المكي، وقصر فواصل السورة كذلك تدل على مكيتها. ومعالجة قضية التوحيد ومآل
أهل السعادة وأهل الشقاء كذلك مما يختص به القرآن المكي. ومناسبة الصورة لما قبلها أن الله جل وعلا لما أقسم في صورة البلد بأنه خلق الإنسان بأنه خلق الكافر في كبد أي في تعب ومشقة، وأن من حاد عن سبيله فلقي الله على ذلك فهو في أنكد النكد، وهي النار المؤصدة المغلقة عليهم، ختم الله بذلك سورة البلد على هذا: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلما ختم السورة بذلك أقسم الله جل وعلا في هذه السورة أقساما متتالية على أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل ذلك على الحقيقة، هو الذي قسم الناس إلى أهل السعادة وأهل شقاء، لأنه هو الذي يحول بين المرء وقلبه وبين القلب ولبه، كما قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك أقسم الله جل وعلا في هذه السورة: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذا نركب في النفس طبائع، فمن النفوس من تقبل الخير وتهتدي به وتقتدي يعني بهدى، ومن النفوس من لا تقبل إلا الشر والخيبة والخسران فألهمها فجورها وتقواها. كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. حين خلق الله عز وجل النفوس خلقها هكذا، لم يريدها سبحانه وتعالى أن تكون جميعا على نمط واحد، كما قال جل وعلا: ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن الله جل وعلا لم يشأ ذلك، لم يشأ أن يكون الناس، لو شاء ربك سبحانه وتعالى لأمن كل الناس، لا يتخلف أحد، لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة فيه، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ومعنى أنه الفاعل المختار في ذلك ليس معنى هذا أنه ليس للعبد اختيار، لا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو له مشيئة. لكن قدرة الله سبحانه وتعالى هو يشاء ما مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وإلا كيف يحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو كان الله جل وعلا هو الذي له المشيئة والعبد ليس له مشيئة، كما تقول الجبرية، الجبرية فرقة من الفرق الهالكة تدعي أنه لا مشيئة للعبد وأن العبد مفعول به. طب إذن كيف يحاسبه الله عز وجل على أعماله وهو مفعول به؟ محال. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ولا كذلك أيضا كما تقول المعتزلة بأن الله جل وعلا، يعني لازم قول المعتزلة ماذا؟ بأن الله شاء الإيمان من الكافر وشاء الكافر الكفر. طب كيف شاء الإيمان من الكافر وشاء الكافر الكفر؟ فغلبت مشيئة هنا على قول المعتزلة، غلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير. هؤلاء يعني طرف نقيض، نعم، يعني بين إفراط وتفريط، وأهل الحق وسط دائما بين الإفراط وبين التفريط، نعم، بين الغلو وبين وبين الجفاء، أبدا. العبد له مشيئة، مشيئة الله جل وعلا هي النافذة في عباده، فما شاء لهم كان، ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله لم يشاء أنهم يقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فلله جل وعلا مشيئة، ومشيئته اقتضت سبحانه وتعالى أن يكون الناس هو الذي خلقه، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اقتضت ذلك، ولذلك اقتضت مشيئته أن يكون هناك يعني الجنة والنار، بناء على ماذا؟ بناء على تقسيم الناس، مشيئته اقتضت ذلك. لكن كذلك العباد مشيئة واختيار، وهم كل واحد يختار ما شاءه الله عز وجل له.
باختياري بإرادتي، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو موضوع هذه السورة ومناسبة. إذن هذه مناسبة السورة لما قبلها، بأنه لما أقسم بأن الكافر خلق الكافر في نكد، وحين يموت على في كبد وهو التعب والمشقة بسبب كفره في الدنيا، وحين يموت على ذلك فهو في أنكد النكد في النار المقصدة المغلقة عليه، أقسم بذلك أنه هو المريد لذلك الحقيقة. ونفس وما سواه فألهم فجورة وتقوى. ومناسبة السورة لما بعدها، السورة التي بعدها تحقق هذا المعنى، سورة الليل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قسم على ماذا؟ إن سعيكم لشتى، مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ميسر له الحسنى، ميسر له اليسرى. فسنيسره اليسرى يعني سنيسر له وسنسهل له أعمال الطاعات وأعمال الإيمان إذا كان ميسر لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وهذا هو الكافر، فسنيسره للعسرى، هو ميسر لأفعال الشقاء. وهذا المعنى دل عليه حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، نعم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله أرأيت فيما نعمل أشيء قد سبق، يعني قدر، أم فيما يستقبل، يعني اللي الناس تفعله هذا سواء أعمال الإيمان أو أعمال الكفر، شيء سبق قدره الله جل وعلا في السابق أم شيء يستقبل يقدر فيما بعد؟ قال بل شيء قد سبق. قالوا فعلام العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر بأعمال أهل السعادة حتى يقبضه الله عز وجل على عمل من أعمال أهل السعادة، صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لأعمال الشقاء حتى يقبضه الله عز وجل على عمل من أعمال أهل الشقاء فيدخل النار، صلى الله السلام والعافية. والسورة هنا إذن كذلك سورة والشمس وضحاها متميزة بشيء لم تأتي به سورة من سور القرآن. السورة أقسم الله جل وعلا فيها 11 قسما متتالية، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ومع ذلك أقسم الله جل وعلا في هذه السورة ليوثق للناس المعنى الذي أراده سبحانه وتعالى 11 قسما متتالية، ولم يقسم بذلك في أي سورة من سور القرآن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كم قسم؟ 11 قسم. على ماذا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورتها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل الأقسام دي على قضية التزكية، على فلاح من زكى نفسه بطاعة الله، والفلاح بمعنى الفوز والنجاة، وعلى خيبة وخسران من دنسها ونجسها بالكفر والفجور والمعصية. القضية دي قضية كبرى، قضية محورية، قضية التزكية وعدمها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر هنا محور دعوة الأنبياء ثلاثة أمور، يتلو عليهم آياته وهذه هي الدعوة، ويزكيهم قضية التزكية،
ويعلمهم الكتاب والحكمة قضية العلم. التناسق بين هذه الثلاثة هو محور قطب دعوة الأنبياء، محور دعوة الأنبياء هذه الثلاثة: العلم على الترتيب الذي ذكر الله جل وعلا، الدعوة والتزكية والعلم. والتزكية قدمها الله عز وجل على العلم، قضية التزكية قضية كبرى. ولذلك لو تأملت سياقات القرآن تجد أن الله جل في البقرة نعم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قدم ماذا؟ قدم التزكية على العلم. طيب، لقد من الله في آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الثلاثة مواضع قدم الله جل وعلا التزكية عليه على العلم. والتزكية معنى طهارة النفس وتنمية النفس بطاعة الله جل وعلا. إكسير طهارة النفس هي الطاعة، توحيد، امتثال أوامر الله، اجتناب ما نهى الله عنه، هذا إكسير طهارة النفس. ولماذا قدم التزكية على العلم؟ لأن العلم بدون تزكية وبال على صاحبه، هذا علم لا ينفع. استعاذ منه النبي صلى الله وسلم عليه فقال: وأعوذ بك من علم لا ينفع. وسأل النبي صلى الله وسلم عليه ربه العلم النافع: اللهم إني أسألك علما نافع. ما الفرق بين العلم النافع والعلم اللي ينفع؟ التزكية. العلم النافع هو العلم الذي ظهرت أثاره على الجوارح من تقوى الله جل وعلا وخشيته والإنابة إليه وامتثال ما أمر الله جل وعلا به والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، هذا هو العلم النافع. يصبغ الإنسان صبغة بصبغة العبودية وصبغة الطاعة وصبغة. والعلم الذي لا ينفع كعلم اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي ثم لم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة علموها ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره. وهذا مثل ضربه الله عز وجل، صحيح المثل مضروب لليهود لكنه يشمل كل عالم علمه الله عز وجل العلم ثم لم يعمل ثم لم يقم بحق هذا العلم كما أمره الله عز وجل، بل باع دينه بثمن بخس دراهم معدودات. هذا كثير في دنيا الناس، فتاوى مضللة، قضايا يوافق فيها أهل الظلم وأهل العدوان بثمن بخس دراهم معدودة، فيجد كل ظالم وكل طاغية من ينتسب للعلم فيؤيده في هذا الظلم بالفتاوى المضللة وبالأقوال الكاذبة وأمثال هؤلاء. وهؤلاء لهم شبه كبير باليهود. ولذلك قال السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. اليهود كان عندهم علم ولا لا؟ عندهم علم، مثل الذين حملوا التوراة عندهم علم، لكن لم يعملوا بهذا العلم. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله عز وجل على جهل. إذا قضية التزكية قضية كبرى، قضية محورية، جاءت الصورة وما بعدها لتوثيق هذه القضية ولتحقيق هذه القضية ولبيان أهمية هذه القضية، أهمية التزكية. مسألة ليست بالمناظر ولا بالأشكال، دون أن يكون لهذا المظهر مضمون حقيقي في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قضية قلوب. ألا إن في جسدي مضغة، كما ثبت في الصحيح: إذا صلحت صلح جسد كله، وإذا فسدت فسد جسد كله، ألا وهي القلب. فهمنا موضوع السوء.
ده هذا الموضوع الأصيل للصورة. والصورة مفتتحة بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. الواو هنا واو القسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلق، لكن ليس لعباده أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. من كان حليف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وحين ترى الله جل وعلا يقسم بشيء، تعلم أن هذه الأشياء أشياء عظيمة، وهي من شواهد ألوهيته ودلائل وحدانيته. الشمس آية النهار، هذه الشمس العظيمة التي فيها النفع وفيها الضر في وقت واحد، ينتفع بها الناس جدا وقد يضل بها الناس جدا. كما ذكر الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لم يكن هناك ستر لهم من الشمس، فكانوا يحفروا في داخل الأرض حتى يختفوا من حر هذه الشمس. كذلك وقد أحاطنا بما لديه خبر. الشمس آية عظيمة من آيات الله، والشمس آية النهار. فلذلك لدلالتها على عظمة قدرة الله جل وعلا، مخلوق واحد ينير الدنيا كلها، يضيء الدنيا جميعا، ليس ينير، يضيء. لأن الفرق بين الشمس والقمر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما الفرق؟ لماذا جعل الله عز وجل للشمس ضياء والقمر نور؟ لأن الشمس، ضوء الشمس فيه إيه؟ حرارة، فالحرارة هذا الضياء. أما القمر، القمر نور، ليس فيه حرارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في حديثه في الصحيح، قال الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. شاهد إيه؟ أن مثل قال الصلاة نور والصبر، لأن الصبر فيه حرارة المصيبة، ألم المصيبة. فذلك لم يقل الصبر نور، وإنما قال الصلاة نور، والصلاة هي تأخذ منك هذه الصلاة دقائق يسير ولا لا يسير. إذن هو إذا فهمنا لماذا قال الله جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء، لأن هنا النور ده معه حرارة، فهو ضوء متوهج. هي عظيمة جدا. انظر إلى إشراقها في أول النهار كيف تشرق، وكيف تغرب في آخر النهار، وينتفع الناس بها بين هذا وذاك. لذا قال: والشمس، لأنها دليل من دلائل وحدانيته، وشاهد من شواهد عظمته. وضحى، هذا القسم الثاني. والضحى هو ارتفاع، هو وقت ارتفاع النهار في أول إشراقها، حين ترتفع النهار في أول إشراق، حين ترتفع الشمس في أول النهار، فهذا يسمى إيه؟ الضحى. ومنه قالوا: شيء ضاح إذا ظهر للشمس والحر. إذا فأقسم الله جل والشمس وضحى، يبقى أقسم بالشمس وأقسم بالضحى ووقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها، يبقى قسمان: والشمس وضحاها. ولما ذكر آية النهار سن بآية الليل: والقمر إذا تلاها. والقمر إذا، والقمر هو آية إيه؟ هو وجعلنا الشمس وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فلما ذكر آية النهار سن بآية الليل: والقمر إذا تلاها. تلاها هنا إذا تبعها. أصل التلاوة بمعنى المتابعة، وسميت التلاوة تلاوة لأنك تتبع الآية. نعم. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلمات، يعني أتبع الآية. يبقى والقمر إذا تلاها، الضمير يعود، ما مرجع الضمير هنا؟
على الشمس. اذا والقمر اذا تلاها والقمر اذا تبعها. اذا القمر بيتبع الشمس ولا لا؟ يتبعها. وحين يقترب القمر وهذا يدلك على ايه؟ يدلك على ان نور القمر من الشمس ولذلك هو يتبعها. فحين يقترب منها جدا فهذا هو يوم البيضاء، فهذه ليلة البيضاء. فتفاجئ اصل القمر ليس له ضوء، ليس له، القمر معتم، الشمس هو ضوء الشمس هو اللي بينير القمر. فحين يتقابلان جدا ويقترب منها جدا فهذا البدر، فترى القمر ايه؟ بدرا. وحين يبتعد عنها شيئا فشيئا فتجد انه يتناقص نور يتناقص نور حتى يختفي تماما في اواخر هذا الشهر. هذه الآيات عظيمة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، أليس كذلك؟ بلى. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. الحقائق دي اللي الناس منذ فقط مثلا من 50 سنة ولا شيء لما ظهرت عندهم الآلات وظهرت عندهم بدأوا يتكلموا في هذه المعاني. طيب هذا القرآن منذ يعني 1414 قرنا من الزمن، أن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق، هذه الحقائق يعلمها يعلمها العليم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. فأن لهم معرفة هذه، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني لو كان يقرأ لكان قرأ في كتب السابقين، لكن أمي، لكنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمية صلوات الله وسلم عليه. ولذلك الأمية في غير النبي صلوات الله وسلم عليه صفة نقص، أما في النبي صلوات الله فهي صفة كمال، لأن هذا العلم بلا سبب دنيوي، هذا الوحي المنزل من السماء وهكذا أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. كانوا يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بغلام أعجمي يتعلم منه. لسان الذي يلحدون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أيها الحمقى هؤلاء، أي حمق يعني انغمس فيه هؤلاء. إذن والقمر إذا تلاها تلأي الشمس. طيب وحين ذكر الشمس والقمر، والشمس آية النهار والقمر آية الليل، ذكر بقى ذكر ما هما آيتاه، والنهار إذا جلاها فأقسم كذلك. القسم هنا الرابع، والنهار إذا جلاها، والنهار حين يجلي الشمس، النهار حين تختفي سحب الليل يأتي النهار فيجلي الشمس ولا لا؟ يجلي الشمس، يجليها يعني يظهرها واضحة للعيان. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. مرجع الضمير هنا من القواعد المهمة في التفسير أن توحد الضمائر، يعني توحد المرجع في الضمائر أولى من تفريقها. فإذا قال الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يبقى الضمائر دي كلها تعود على شيء واحد وهي الشمس. هذا أولى من قول من قال لا والليل إذا يغشاها يعني يغشى، والنهار إذا جلاها جل الظلمة. لا، الكلام هنا ليس على الظلمة، هنتكلم هنا في على غير مذكور، كل الكلام على إيه؟ على الشمس والضمائر هذه كلها. فحين تتوحد الضمائر أولى من أن تتفرق الضمائر. يبقى والليل إذا يغشاها، والليل إذا، أصل التغشية التغطية. نعم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أغطية من النار والعياذ بالله. الكفر لهم أسرة من النار وأغطية من النار والعياذ بالله، كما أن لهم ملابس، يعني هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ربنا عافينا وإياك، نسأل الله السلامة والعافية. الأكمام من نار والقبس من نار والقلانس من نار والعياذ بالله والسراويل من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إذا قولي والليل إذا يغشاها، يغشى الشمس بظلامه فيغطيها وسحب الليل، والتعبير هنا تعبير دقيق جدا، والنهار إذا جلاها
الفعل ماضي أم مضارع؟ ماضي. طيب والليل إذا يغشاها مضارع. اختلف السياق ولا لا؟ لأن الليل حين يأتي ليأتي دفعة واحدة، شيئا شيئا فشيئا يبدأ الغروب، حتى في وقت المغرب تجد المزال هناك في نار، صلي المغرب تجد أن المسألة اختلفت وسحب الليل غطت، يبقى شيئا فشيئا ولا لا؟ ولذلك يأتي في الليل. دقة التعبير هذه، دقة التعبير تدل على خبرة قائل هذا الكلام، قائل القرآن سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير الذي يعلم لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشاها والسماء، هذه الآية العظيمة، شوف لما ذكر الشمس وضحاها، الكلام ده الأقسام دي كلها توبيخ للكفرة، توبيخ لهؤلاء المجرمين الذين استبعدوا واستهزأوا بحصول البعث والجزاء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فالذي خلق هذه الأشياء العظيمة، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظروا إلى السماء هذه، إذا خلق السماء هي أكبر من كل شيء، بيخلقك ويعيدك، أنت إيه؟ أنت حين تقارن نفسك بالسماء، ولا ذرة من ذرات السماء. والسماء وما بنا، والسماء الآية العظيمة في الكون، السماء والسماء وما بناها، بقسم بالسماء، ويدل على من شواهد، وهذه تحتاج علم، النظر في السماء ده محتاج علم، وزيك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك يعني يدير النظر مرة بعد مرة، يتأمل في سمع العليم الخبير، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والسماء، آية عظيمة، والسماء البنيان هذا، يعني رفع السماوات بغير عمد ترونها، قبة عظيمة المحمولة، إن الله، ومن الذي يمسك هذه السماوات؟ لا، إنه بل تقعد، هذا بنيان عظيم، وأنت لا ترى منه إلا هذه السماء الدنيا وفوقها سبعة أرطقة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا طباقا بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في خلل فيها؟ في تفاوت في الخلق؟ في نقص في بعضها؟ فارجع البصر هل ترى من فتور؟ في انفطارات فيها؟ في أي خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين كرة بعدك وينقلب إليك البصر خاسئا وحسيا قليل، مل من كثرة النظر، هو لا يرى إلا اتساقا وجمالا وحسن النظام. والسماء وما بناها، وما هنا فيها وجهان، ما هنا بمعنى الاسم الموصول، يبقى والسماء والذي بناها، يبقى يقسم الله جل وعلا بالسماء ويقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لأنها شاهد من شواهد عظمته. والوجه الثاني إن ما هنا مصدرية، ومعنى ما مصدرية أنها تؤول وما بعدها بمصدر، والمعنى والسماء وبنيانها، البنيان العظيم ده بدا بنيان، والسماء بنيناها بأيد، بقوة، الأيد هنا مش معنى الأيد، القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، قوة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. والسماء، إذا فهمنا قولي والسماء وما بناها، إن ما هنا فيها إيه؟ وجهان. الوجه الأول إن ما موصولة، يبقى وحين تكون ما موصولة يبقى والسماء، يبقى يقسم والسماء والذي بناها هو سبحانه وتعالى، أو أن تكون ما مصدرية يبقى يقسم بالسماء وبنيان السماء، البنيان العظيم هذا المحمول فوق الناس بلا عمد، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، مين هيمسك السماء دي؟ أن تزول، لولا أن الله يمسكها لزالت، وقعت على الناس. والسماء وما بناها، الأقسام قدامك أمامك، والأرض، ولما أقسم بالسماء التي فوقكم أقسم بالأرض التي تحتكم، والأرض آيات عظيمة، كما قال القائل
نعم. البعرة تدل على البعير، والأصل يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نقول والأرض أقسم بها، آية عظيمة، المخلوق اللي يحتاج يحملكم على ظهره، والأرض وما طحاها، وطحو الأرض هو إيه؟ هو إيه؟ دحو الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها إيه؟ مهدها وبسطها. الطحو والدحو التمهيد والبسط أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. الأرض هي مهدها مثبتة، هي تمشون بفضل الله وتضحون عليها بكل سهولة وتجوبون فيها الأقطار. والأرض وما طحاها، والكلام هنا وما طحاها هو الكلام في إيه؟ والسماء وما بناها، يبقى ما هنا فيها إيه؟ فيها الوجهان، يبقى والأرض والذي طحاها، إذا كانت ما بمعنى اسم موصول معنى الذي أو ما مصدرية، يبقى والأرض وطحوها يعني دحوها يعني بسطها وتمهيدها للناس كده. والأرض فرشناها، شوف، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون في الخلق، والأرض فرشناها لكم فنعم الماهدون. مهاد مثل مهاد الطفل الصغير، ومهادها تمشون عليها بكل سهولة واطمئنان. ونفس وما سواها، وأقسم بالنفس. ولماذا يقسم بالنفس؟ النفس فيها آيات عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات عظيمة، حتى يتبين لهم أنه الحق. يا أيها الناس، يكون النفس دي فيها من الآيات الدل على البعث. يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي يعلم من بعد علم شيئا. أي برهان من براهين البعث. كيف كنتم نطفا جامدة فتحولتم إلى أحياء؟ الذي قلبكم في بطون أمهاتكم طورا بعد طور يعيد خلقكم مرة ثانية. إن كنتم في ريب من البعث، طيب انظروا إلى خلقكم، إلى الأطوار التي ما أنتم فيها، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم. لماذا لا تعظمون أمر الله ونهيه؟ وقد خلقكم أطوارا. إذن ونفس وما سواها، والكلام هنا وما سواها، سواها التسوية بمعنى ماذا؟ التعديل وحسن الخلق وحسن الهيئة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك في أي صورة ما شاء ركبك خلقك. على عظيم التناسق بين أعضائك، ليس في تنافر بين أنفك ولا عينك ولا أذنيك، خلقك منتصبا على قدميك، أي عظيمة. لم يخلق الله جل وعلا على أربع كشأن بقية الدواب، خلقك قائمة منتصبة. دي آية من آيات الله، آية من آيات الله، إنك تمشي على اثنين ومنتصب ومتزن غاية الاتزان. سبحان الله. والمسألة إيه؟ تجد واحد طويل، تجد إنه سبحان الله ربنا خلق له قدم مقاسه في الرجل مختلف خالص عن مقاس واحد تاني. أحمد طارق ربنا يبارك 2 متر و3 سنتي، تجد بيلبس ماس 50، يعني بدور لما يجي يلبس حذاء لو صنق منه الحذاء مصيبة سودة، هيمشي حافي. 50 ده منين؟ يجي 50 منين ده؟ مشكلة كبيرة فعلا والله، لو صنق منه الحذاء يبقى مصيبة كبيرة، ممكن يقعد له شو سنة ولا شيء مش لاقي بيلبس، يعمل ايه؟ واحد ثاني سبحان الله خدمه. التوازن في الخلق ده، هو واحد طوله 2 متر ده هيمشي، ده لازم يتوازن على 50 سنتي، 50 عشان يقدر يكون عنده ايه؟ عنده شيء من ايه؟ من سبحان الله. ايات عظيمه وتناسق عجيب. ونفس وما سواها، والنفس وتسويتها ده، والكلام في ما هنا ايه؟ هو الكلام والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، انما موصوله والذي سواها، او والنفس
وتسويتها، لأن النفس دي فيها آيات. تسوية العين دي، العين اللي انت سبحان الله العالم الكفر الآن يقول لك ايه، احنا هيعملوا ريبوت، تلاقي ريبوت ايه، تلاقي ايه البتاع حاطط له جهاز كمبيوتر وهو اصلا غبي، اصلا الكمبيوتر غبي جدا، الكمبيوتر اللي هو احدث ما توصل البشر ده غبي، لولا انت اللي بتدخل له المعلومات، وانت لو دخلت له معلومه غلط هيمشي في الطريق خاطئ. لكن الانسان اللي بيراك كده، واول لما يراك يشعر بما تشعر به، ويرى في وجهك وينظر في عينيك فيعلم ما في صدرك، ومشاعر واحاديث وكلام يخاطبه كلام ده، انت تعرف عمليه الكلام دي عمليه ايه؟ ده ملايين العمليات بتحدث داخلك، تعقيدات وخلايا عصبيه تجتمع مع بعضها البعض حتى تفهم الكلام وتتكلم الكلمه اللي انت بتتكلمها بكل سهوله. الكلام ده اللهيات، وفي انفسكم افلا تبصرون. يقول ونفس وما سواها، ومع التسويه هذه فألهمها فجورها وتقواها. حين خلق الله عز وجل النفس، خلق لكل ركب سبحانه وتعالى، هذا علم سبحانه وتعالى، ركب في كل نفس طبائع، وهذه الطبائع من النفوس من يقبل الخير والهدى ويحب الهدى ويحب الطاعة والإيمان، نفسه جبلت على هذا، ومن النفوس أعوذ بالله تمضي في الفجور مضيا وتحث عليه حسا وتؤز إليه أزا، هي النفوس خلقت على هذا. ونفس وما سواها فألهمها، أودح فيها فجورها وتقواها. ولماذا قدم الله الفجور؟ لم يقل فألهمها تقواها وفجورها. لازم هنا تتأمل في هذا الكلام. فألهمها فجورها وتقواها، لأن قدم الفجور هنا، لأن العجب من إيه؟ من التقوى ولا من الفجور؟ العجب من الفجور ليه؟ لأن الله جل وعلا خلق النفوس إيه؟ في أصل الخلقة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. خلق النفوس في أصل الخلقة مستقيمة ولا مستقيمة ولا لا مستقيمة، يعني هو حين كنت صغيرا وهبك الله عز وجل قلبا نقيا صافيا، وقال لك لو حفظت على نقاوة هذا القلب بعد بلوغك وحفظت على طهارته بامتثالك أوامر الله وانتهاك عما نهى الله، وهذه قضية التزكية، هتدخل الجنة. بس المهم انك القلب الصغير الذي أودي عندك هذا تحافظ على نقاوته وصفاوته وطهارته. فما الذي فعل الناس؟ دنسوا هذه القلوب، غيروها. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يبقى غيره ولا لا؟ يبقى العجب من ماذا؟ من التغيير. يقدم الفجور هنا على كده، هذا العجب، لان التقوى جاء على ايه؟ ولذلك الانسان التقي المؤمن بيعيش متوافق مع ايه؟ مع نفسه ومع الطبيعه. احسنت، بيعيش متوافق مع الفطره اللي في داخله، ويعيش كمان متناسق مع الكون كله، هو والكون كله نغمة تناسق تآلف. ولذلك إياك أن تعتقد أن مهما كان المؤمنون قلة في الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، إياك أن تعتقد بأن لا، المؤمن هو متسق مع الكون كله، مع السماوات والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب، كلهم نسق واحد، نسق العبودية. والكافر في خصام مع الفطرة التي في داخله ومع الكون كله مهما كان عدد الكفار. ولذلك لا تجد كافرا على وجه الأرض ملتحدا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وحين يموت على ذلك يروح يذهب إلى أنكد النكد، عليهم نار مؤصدة، في خصام. ولذلك واحد قص بيقول لي منصف، يقول والله العظيم حمل الأهرامات من أماكنها أهون من حل عقدة التثليث.
ان واحد زائد واحد زائد واحد يسوي واحد. يا عمي كيف خليك والله العظيم ولا في العباسية. روح انت في العباسية اقول لك واحد زائد واحد سوي واحد يسوي ثلاثة. ما يسويش واحد. لكن واحد زائد واحد يساعد واحد يسوي واحد. انتوا العباسية والله يحتسبون لكم عن هذا. فليقول يقول حمل الاهرامات من اماكننا. هو يقول ما فيه ليس هناك رجل نصراني على وجه الارض ينام مرتاحا ابدا لانه في ضوء. هو عنده خصام في مشكله عقبه كؤود. كيف تقول واحد زائد واحد اله وابن وروح قدس وكلهم اله واحد؟ هو فين مين فيهم الاله بالضبط؟ ولا خلاص هو ده اللي في النص ده الاله اللي هو الابن ده. طب والباقي ده كله يقول لك خلاص هو اوكلوا بهذا. والاله ده امرأة ولدته. طب هو كيف تلد امرأة اله؟ مشكلة كبيرة جدا. يخش يدخل ما يقول لك الاقانيم ويدخلك في الخزعبلات والطرهات. ولذلك النصارى سماهم الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس ما تفكرش لا اناس لا عقول لهم والله. قول اوعى تفكر اوعى حاسب الدين لا 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 تفكر في ايه؟ لا لا هي كده كده ويموت الرجل على كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كل أمة شراروها علماؤها. يعني كل أمة خلاف المسلمين تجد أن أشر الناس فيهم علماؤهم. يعني أحبار اليهود أقذر ناس في اليهود. إي والله فيهم من المفاسد والدناية ما ليس في غيرهم. ممكن اليهود العادي أفضل بكثير. وكذلك الأمة ما عدا المسلمين خيارها علماؤها. إذن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم على الأحد عشر قسم من ماذا؟ القضية الكبرى التي أخبرتكم عنها في أوائل هذا الدرس. قد أفلح من زكى. لم يقل قد نجح. لا. لأن الفلاح اللفظة التي تستعمل في الخير المحض والفوز المحض. أما النجاح قد يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. ولذلك قال جل ولا يفلح الساحر. ممكن ينجح في سحر في سحر ولا لا؟ ممكن ينجح في سحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن هو لكن السحر كافر. ولا يفلح الساحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن قد أفلح من زكاها. قضية الكبرى قضية التزكية. قضية تزكية النفس طهارة النفس. بماذا؟ كيف تزكيها؟ هو عندك هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتد لهم عذابا أليما. طاعة الله جل وعلا إكسير التزكية. التزكية في اللغة بمعنى النماء. زكى الزرع إذا نمى وربى وزكت الأرض إذا ربت. وسميت الصدقة صدقة لأن فيها المعنيان فيها الطهارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة وفيها نمو المال ولا لا؟ نمو المال. ولذلك قضية قد أفلح من زكى. قد هنا حرف تحقيق أي تحقق فلاح من زكى نفسه بالتوحيد طاعة الله جل وعلا. هم دسالي ما أمر الله جل وعلا. اكسير حياة القلب التزكية الطاعة الإيمان التوحيد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من الخيبة والخسر. الفلاح الفوز والنجاة. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفلاح. وقد خاب من دساها. أصل الدساها أصل دسة دسسة. ومعنى الدسسة هو وضع شيء في شيء. يبقى فيه إيه؟ إخفاء. يبقى وقد خاب من دساها غطى نفسه التقية بالكفر. غطاها بالكفر والظلم والمعاصي والفجور فدساها. يا إله إلا الله. وزكاها نقاها وطهرها بالطاعة والإيمان والذكر. إذا قضية التزكية قضية عظيمة. ولذلك قضية التصفية والتربية قضية التخلية والتحلية. التحلية لا تكون إلا بعد تخلية. والتصفية لا والتربية لا تكون إلا بعد تصفية. وقد خاب من دساها. دس النفس غطاها أخفاها أخفى الفطرة النقية في قلبه
التي تن... وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو يتمدح بأنه استجاب لنداء الفطرة صاحب ياسين، يحتج عليهم بذلك، أنتم معاندون للفطرة، أما أنا فقد استجبت لنداء الفطرة في قلبي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعون. إذن وقد خاب من دسها، فهمنا معنى التدسية يعني الدس من دسسة، دس شيء في شيء أخفاه وغطاه، يبقى غطى الفطرة النقية بالكفر والفجور والمعاصي والتجرؤ على محارم الله، وهذا لازم له الخيبة والخسران، وقد خاب من دسها. وحتى يتضح الأمر جليا، فهذا أنموذج من نماذج الخيبة والخسران. كذبت ثمود بطغواها، هنا حتى يؤصل الله لك لهذا المعنى جليا واضحا، فهذا مثال من مثال الأمم التي دست نفوسها، أخفت نفوسها، دنست نفوسها. كذبت ثمود، وثمود قوم مين؟ قوم صالح. ولماذا اقتصر الله عز وجل على ثمود هنا في المثال ده؟ نعم، لأن ثمود كانت تسكن فين؟ في ديار صالح، في تبوك، قرب تبوك، مدائن صالح، ودي جزيرة ايه؟ العرب. يبقى العرب كانت تعرف قصتها ولا لا؟ تعرف قصتها وتمر عليها في رحلتها الى الشام، بتمر عليها ولا لا؟ يبقى تعرف كل شيء عنها. ويتناقلون اخبارها ولا لا؟ يتناقلون اخبارها. فلذلك اعطاهم مثال يعرفونه، ويتناقلون اخبارها. كذبت ثمود بطغواها، الباء هنا ثمود قوم صالح. طيب وكانوا يسكنوا فين؟ في تبوك، مدائن صالح هذه. بطغواها الباء هنا الايه؟ الباء هنا يسمونها العلماء باء السببيه، أي بسبب طغيانها، طغواها من الطغيان وهو مجاوزة الحد. يعني الذي دفع ثمود للتكذيب هو إيه؟ الطغيان، الكذب، الجوء على الله جل وعلا، معاداة الله سبحانه وتعالى، بطغواها بسبب طغيانها فكذبت المرسلين. طب وكذبت ده في سورة الشعراء يقول الله جل وعلا كذب أصحاب الأيكة، قال كذبت ولا كذبة؟ يبقى ذكر الفعل ولا لا؟ طيب وهنا كذب ثمود، يجوز في غير القرآن تقول كذب ثمود ولا لا؟ على المعنى يجوز، لكن الله جل يقول كذبت ثمود المرسلين، يبقى أنس الفعل ولا لا؟ حتى يدلك على 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 أن تكذبهم على أن أفعالهم كانت أفعال الجبناء وأفعال النساء، ولذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فتأنيث الفعل هنا يقول لك حتى يقول العلماء ما هو هنا البلاغة، ما هو في أصل اللغة يجوز التذكير ويجوز التأنيث، لكن لماذا اختار الله جل وعلا التأنيث في هذا البلاغة؟ حتى يدل على ضعف أثر تكذيبه في مسألة صالح. انتصر، نصر الله عليهم صالحا ولا لا؟ نصر عليهم صالحا، فأنس الفعل هنا ليدلك على ضعف تكذيبهم في يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بالكلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كذبت ثمود بطغواها، دنا نموذج صارخ من النماذج المجرمة التي دست نفوسها، دنست نفوسها، نجست نفوسها بالشرك بالله ومعاداة أمر الله والجوء على محارم الله. إذ انبعث أشقاها، كلهم فيهم الشقاء، بس هذا أشقى الناس. أشقاها ده أشقى ثمود اللي هو إيه؟ اللي حينبعث للناقة، اللي حيقتل الناقة، أشقى الناس. إذا كلهم في الشقاء، لكن هذا الإيه؟ هذا أشقاها اللي هو تجرأ على الناقة، لأن الله جل وعلا فقال إذ انبعث أشقاها أشقى القوم. إن تدبوه لعقرها. والناقة دي آية من آيات ربنا، ولذلك فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله هنا منصوب ولا لا؟ منصوب على ماذا؟ منصوب على التحذير، يعني احذروا أن تتعرضوا لناقة الله وسقياها، أو أن تتعرضوا لسقياها لمياهها والبئر الذي تشرب فيه من يومها. يكن لها بئر تشرب منه في يوم وهم يشربون في يوم آخر، لها شرب ولكم
قال هذه ناقة لا شرب ولكم ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين. هو طب انت طب انتوا لكم يوم تشربون منه والنقد واليوم الذي لا يشربون من يشربوا من ايه من البانها. فقال لهم رسول الله محذرا لهم ومن رسول الله صالح على صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم رسول الله ناقة الله. ولماذا أضيفت الناقة لله؟ للتشريف والتكريم. حين ترى الأشياء تضاف لله يبقى هذا إضافة تشريف وتكريم. بيت الله، ناقة الله، روح الله، المسيح، يبقى دي إضافة تكريم وتشريف. أما إضافة المعاني لله جل وعلا كلام الله، حل علم الله، رحمة الله، دي إضافة الصفة لموصوفها. يبقى الفرق بين إضافة الصفة لموصوفها إضافة الصفة إضافة المعاني لله سبحانه المعنى المعاني لله جل وعلا علم الله رحمة الله نزول الله ضحك الله دي من إضافة الصفة للموصوف. أما إضافة الأشياء لله جل وعلا إضافة تكريم وتشريف. ولا الناقة مخلوقة ولا لا مخلوقة؟ بيت الله إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. إذا هم والناقة دي فيها آية عظيمة والآية تدل على البحث ولذلك قال كذبت ثمود بتقواه بسبب الطغيان وإلا سألوه آية أن يخرج لهم ناقة من صخرة فخرجت لهم ناقة عظيمة من صخرة صماء. ولذلك قال كذبت ثمود بتقواه بسبب الطغيان إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول محذرا لهم ناقة الله وسقياها إياكم أن تتعرضوا للناقة إياكم احذروا. فكذبوه في التكذيب اللي هم عليه ده بسبب طغيانهم وبسبب فجورهم وبسبب كفرهم فعقروها. تحدي ولا لا؟ تحدي الله عقروا. ماذا فعلوا؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أصل الدمدمة تحريك البناء حتى ينقلب. الدمدمة شوف الفعل ده فيه يسموه الفعل ايه؟ دمدم مضاعف مثل ايه؟ زلزل بيتفق أوله مع ثالثه وثانيه مع رابعه. ها؟ زلزلة دمدمة. أصل الدمدمة تحريك البناء حتى ينقلب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني سوى مباديهم واستأصلهم استئصالا لم يبق شيء لا في عالي ولا في سفل. فدمدم عليهم من فوقهم. في العالي ده حرف ايه؟ حرف استعلاء يدل على ماذا؟ التمكن. يبقى العقوبة تمكنت منهم أهلكهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم. فدمدم عليهم ربهم وحتى تعلم بأن الله حكم عدل بذنبهم بسبب ذنوبهم. فكلا أخذنا بذنبه بسبب ذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سوى بين الجميع بين في العقوبة. العقوبة لم تدع منهم واحد. كل القوم. لماذا؟ لأن كل هؤلاء استحقوا العقوبة. لماذا؟ لأن منهم من بشر بالفعل اللي عقر الناقة والباقي شجع يلا قتلها اذبحها. يبقى في جماعه اللي هم الجماهير بيه بتصفق واشقى الناس اللي هم بيتولوا ايه تولوا اذن بعث اشقى. لكن الكل في الشقاء جمعهم الله عز وجل جميعا لان منهم من بشر ومنهم من ايد وشجع وحس على ذلك. فسوى الله بين الجميع في العقوبه يا رب عافينا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وحين أنزل بهم هذه العقوبة فهذه عقوبة ملك الملوك ولا يخاف عقباها. وعقبة العقبة هي آخر الشيء
ومنه مشتقة من إيه؟ من ماذا؟ من الأعقاب. فعاقبة الأمر إيه؟ نهايته. شيرا؟ ويل للأعقاب من النار حين تغسل الأقدام. النبي صلى الله عليه وسلم صرخ بذلك حين تغسل قدميك ثم تترك العقبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها بالنار. ولا يخاف عقبها ولا يخاف عاقبة العقوبة التي أنزلها الله بهم. لماذا؟ لأن من عاقبهم من ذلك ملك الملوك الرب الكبير المتعال الذي لا يخاف أحدا بخلاف ملوك الدنيا. أي ملك من ملوك الدنيا لما يريد يعاقب شيء يعاقب يعمل حاجة يعمل إيه؟ يستثني بقية كده خايف خايف الناس كلها تنقلب عليه. هياخد بعض الناس بس مش هياخدهم كلهم. هياخد بعض الأمم بس مش هياخدهم كلهم. هيخلي في بعض إنه خايف هنقلبوا عليه كلهم. لو خذهم كلهم يعملوا فيه إيه؟ لو اجتمعوا عليه موتوا اقتلوا في الآخر. فياخد البعض ويستوي البعض ولا لا؟ لكن ملك الملوك ولا يخاف عقباه. لما بيعاقب لا يخشى عاقبة هذا الأمر. في مين اللي هينقلب على رب العالمين؟ من الذي يقوم له؟ هو العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغالب ولا يمانع. لا رد لحكمه ولا معقب لأمره. وهذه في آية عظيمة تحذير للكفرة ومن التجرؤ على حرمات الله. وهؤلاء غر هؤلاء حلم الله عليهم. والله العظيم غرهم حلم الله عليهم. فلما اغتروا بحلم الله جل سحب الله عنهم إحسانه. ولذلك قال فدمدم عليهم إيه؟ قال لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ فدمدم عليهم إلههم ولا قال فدمدم عليهم إيه؟ الله. لأنه ربكم أحسن إليكم فاغتروتم بهذا الإحسان فسحب عنه إحسانه رفع عنه إحسان. اغتروتم بالنعم فكفرتم بوهب النعم. فدمدم عليهم ربهم ألا هو ربكم أحسن إليكم هذه وأرسل إليكم رسولا وأخرج لكم ناقة فاخترتم بهذه النعم كلها فخلاص سحب عنه إحسانه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.